قضية الوقت، عنصر الوقت في الحياة وفي في الأمم المتحضرة الوقت مهم كثير. وانتوا بتلاحظوا اليوم تقدروا تعيشوا انتوا بدون توقيت، والتزامات الناس وكيف بدها توفي التزاماتها، وبعد شهر ولا بعد سنة ولا في أي سنة. وبعدين تذكركم من الأحداث اليوم لأنه في تقويم نعرف إحنا بالضبط. ولذلك سبق أشرت وبرد أكبر اليوم إنه العرب، أنا ما بعرف، أنا شخصيا ما بعرف إنه العرب قبل مجيء الإسلام كان عندهم تقويم، ما كان عند العرب تقويم أنا حسب معلوماتي أنا شخصيا. والعرب بشكل عام ما كانوا بيعرفوا، لا بيعرفوا يكتبوا ولا يحسبوا بشكل عام، كل اللي تكتب، وبالتالي بيعرفوش تقويم. وبالتالي إياكم تصدقوا أي واحد قدر عمره في الجاهلية إنه معروف، مش صحيح، مش صحيح، لأنه فيش تقويم. أنت بدون تقويم اليوم تقدرش تحسب. يعني بيقولوا لك وين توفى فلان، نعرفش لما بتقول لي في أي سنة وين توفى فلان. إذا كان فلان هاي توفى بدون ما تحدد سنة الوفاة تعرفش. بعض الناس كان قالوا 10 سنين، بعض الناس لا قالوا 15، يا زلمة 20. تعالوا نروح نشوف لما نعرف التاريخ تقول. العرب ما كان عندهم، وبالتالي انسوكم موضوع أي تقديرات قبل مجيء الإسلام. ولما جاء عمر بن الخطاب ووضع التقييم التقويم الهجري قبل هيك انسى، انسى شو بيقولوا كم سنة ومش أكثر سنة، وهذا عمره 60 وهذا عمره 70 وهذا، هذا كلام. ليش كلام؟ ما في عندكم تقويم. كيف تعرف؟ كيف بتعرف يعني؟ انتم كيف تعرفوا انا وانت مولود هيك؟ ما لم ارجع اقول شو اي سنة واعمل الحسبة بس، وإلا كيف نعرف؟ انسى. لا بعدين ما هم لما صاروا انتبهوا بنزول الرسالة صار في انتباه. وعلى اي حال ما هي هاي القضايا مش مهمة كثير، خصوصا قبل عمر الخطاب والتقدير. اصلا الرسول ما اهتمش في الموضوع، الرسول صلى الله عليه وسلم ما اهتمش انه انت تقعد تعملوا يعني تقويم محدد. مش هو اللي حدد، مش الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب، حتى ابو بكر كمان ما. طيب اما قضية كم سنة هاي ممكن كان مرات لما بحجوا، لا حجوا اول مرة حجوا ثاني مرة، اذا اللي معني انه ايش اللي معني انه يتبع بعد ما صار في رسول صلى الله عليه وسلم. ممكن بس اياكم الظن انه هذه تقديرات بتكون دايما ايش دقيقة في عمر الاشخاص، خصوصا لما يطول الزمان. نعمين على السريع، ايش قصد الاشهر الحرم؟ مش عند العرب اشهر حرم؟ ايوه، لانه مبني الاشهر الحرم مبنيات على عودة القمر، فهم كانوا يتبعوا الاشهر بس ما كانوش يعدوا سنين، كانوا يتبعوا الاشهر ما يعدوش سنين. كمان مرة، الاشهر ما هي مبنية على القمر، وكانوا معنيين يعرفوا الاشهر انه هذا شهر كذا وهذا شهر كذا. طيب مضى سنة سنتين ثلاث، سنة سنتين ثلاث هذه ما فيش تقويم، بس في الشهر القمري. فالاشهر الحرم بيعرفوها وبيعرفوا انت يحجوا، بيعرفوا انت يحجوا، بس بيحسبوا اكم حجة. هذا اللي بقصده، بيحسبوا اكم حجة. انتبهنا، هذا يكون في الذهن. نرجع